اليوم بإذن الله بدنا نحل ورقة عمل، وإن شاء الله رح أبعث لكم أوراق العمل القديمة كلها مرة واحدة قبل الامتحان لتدرسوها. السؤال الأول: احسب حجم منشور مساحة قاعدته 4 وارتفاعه 3 يساوي حجم المنشور مساحة القاعدة ضرب الارتفاع ويساوي 12. حجم أسطوانة مساحة قاعدتها 8 وارتفاعها 4، 8 ضرب 4 يساوي 32. احسب الوسط الحسابي اللي هي مجموع القيم على عددها 19 زائد 3 زائد 23 زائد 22 زائد 18 على عددها هي 1 2 3 4 5 يساوي عندي 85 تقسيم 5 ويساوي 17. إذا عندي الوسط الحسابي يساوي 17. السؤال الخامس: المدى هي أعلى قيمة ناقص أقل قيمة، هي 50 ناقص 2 ويساوي 48. المدى أعلى قيمة ناقص أقل قيمة. المنوال هي أكثر القيم تكراراً، اللي هو عندي هون الأربعة. إذن عندي المنوال أكثر القيم تكرار. المدى برضو عندي أعلى قيمة ناقص أقل قيمة 12 ناقص 3 ويساوي 9. هذا المدى يعطيكم 1000 عام.